هناك شفتك عند عمود الكهرباء كنت راكز فيه. انا خدت منين كل مليون للتكليف الزاكرون طبعا بيت انا بيت بلاد يعني بلادي أجل الساعة حوالي 12 بالليل تعامل طبعا عند هي كبيرة كثير لإزعاج المخيم كامل دخلوا 3000 جندي دخل المخيم بإزعاج تكنب بالصوت بالبصاص بالمكان بالغاز يعني إشي غير شكل غريب وخشوا من دون ما عاد أي سابق طوالي خشوا كسروا معطاش مثلا مجنات تلفون أو شيء خشوا بخداع المخيم كله احنا كنا لاجئين 48 طب هدوا بيت سيدي وابويا وهذا اي كمان مره هدوا كمان بيت نحن في مقيم كولومبيا واضح احتلال سيطر على كل مخيم